يقول الشيخ: ما الشيء الذي يرفع البلاء، وما الأمور التي تساعد أيضا على رفع البلاء؟ مأجورين. أعظم ما يرفع البلاء التوبة. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. الواجب التوبة من الذنوب، لأنها هي سبب البلاء وسبب العقوبات. التوبة من الأفراد ومن الجميع، يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك من أسباب رفع البلاء الدعاء، الإكثار من الدعاء واستعمال الرقية الشرعية، وكذلك العلاج، العلاج المباح، الأدوية المباحة، الأدوية المباحة، هذه أيضا من أسباب رفع المرض. يتخذ الأسباب المشروعة ومع الصبر والاحتساب، عدم الجزع. نعم.